أما هؤلاء فأسمعوا وش يقولوا ونحن في 2023. على الرغم من توالي المدارس المحلية ببلدية بوطي السايح، بقي حي المستقبل يحتفظ بالاسم لأن الواقع مر للغاية، فلا كهرباء ولا غاز للمدينة، بالإضافة إلى عدم استكمال قنوات الصرف الصحي. أما في فصل الصيف فالماء الشرب والحشرات السامة فحدث ولا حرج. أنا نعم عندنا والو هنا في درع الزيوج، هذا في حي درع الزيوج. أولا الماء، الطريق، وخاصة الغاز، نعاني مشاكل كبيرة من الغاز. وهو أهم حاجة عندنا. سمعتني، قدمنا عدة شكاوي ولم يسمعنا أي أحد. رحنا لرئيس البلدية، قالنا سمعتني دبروسكم ربي يسهل عليكم، اتصلوا بأي جهة، المهم أنتم مسؤولون عن أنفسكم. يعني ما لقيناش من نروحوا. نناشد الرئيس تبو بأننا ننتظر فينا سمعتني، والسيد الوالي لازم يخصب يتدخل لنا في أقرب الأجال. قمنا ب 25,000 حتى تقريبا 50,000، كاين أحيانا ما لقاوش نروح نجيبوهم سديس. هذا طفل عمره 4 سنين. من قوة البرد هذا وإنسان يقول على روح هاو يعاني من الله صبيتك هذون وهاي وين، وبعض المرات نديه حتى المستشفى. السلام عليكم. وجهت الشكاوات من حي المستقبل، احنا راح الله سي سمو مش لاحقا، والحي هذا راح تأسس من 2010 واللي يجي ليه ما يصدش ليه، ورانا شفت رانا حاضرين هذا الحر، راهم دراري مرضونا من 2010، عمره 13 سنة. هذا الحي لا ماء لا كهرباء لا غاز، لا سمعتوه في لحظة يقول باللي يشروا قرعة الغاز مرة ب 25,000 كي تكون الأمور، ومرة يشروا ب 50,000. يعني شوف، وبلا كاين فيهم اللي ما يدخلش 50,000 في النهار، يعني دخله ما عندوش 50,000، اللي هو عبارة عن 2 أورو ونص. يعني هذا الحال راح متواجد في مئات المناطق، حتى لا أقول آلاف، تاع الأحياء تاع مدن ونتاع قرى ونتاع تشر ونتاع آلاف، أوضاع متشابهة. يعني ربما مش بهذا السوق كله، لكن كاين اللي كما بهذا السوق، وكاين اللي عندهم مشكل كهرباء، وكاين اللي عندهم مشكل الماء، وكاين اللي عندهم في اثنين، وكاين اللي عندهم مشكل الغاز، ومشكل الطرقات، مشكل المدارس، مشكل المياه الآسنة، مشكل الحفر في الطرقات، والوضع يزداد بؤس. لكن الخطاب لما تسمع تبون وخطابه آخر لقاء مع ما يسمى بالولات، قال لك راهي الأمور تمشي، رانا تقدمنا كثير، رانا قضينا على 80%، وصلونا وقالوا 80% من أماكن الظل. اللي هو قال لما جاء في بداية 2020، قال أن هناك حوالي أكثر من 8 ملايين جزائري يعيش في مناطق الظل هذه، أو الظل كما يسموها هما، وهي في الحقيقة إذلال، مناطق تاع إذلال وتاع ظلم وظلمة. يعني كذب، كله كذب. بالعكس، ربما في بعض الأماكن كان تحسن، لكن في كثير من الأماكن ساءت الأمور، ساءت الأمور أكثر. لكن الخطاب بطبيعة الحال كل توبابيان، توبابيان بكل أسف وألم.